أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي. وخلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل تقدم الرئيس السيسي بالتهنئه والتقدير لقضاة مصر بمناسبه الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الاول من شهر اكتوبر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اعضاء المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائيه وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس تقدم بالتهنئه والتقدير لقضاة مصر بمناسبه الاحتفال بيوم القضاء المصري. الذي يواكب الاول من اكتوبر مؤكدا التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائيه في ترسيخ وحمايه المبادئ الدستوريه واعلاء سياده القانون وصون حقوق المواطنين بما يحقق العداله ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي ومشددا على ان الدوله حريصه على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج راسخ بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير اجراءاته بالسرعه المطلوبه. أضاف المتحدث الرسمي أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومه القضائيه من اهتمام وتطوير مستمرين مثمنا الانجازات التي تحققت في هذا الصدد. ومستعرضا كذلك الاجراءات التي تم اتخاذها لسرعه انجاز الدعاوى وتحقيق العداله الناجزه، وما تم من اجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائيه، كما اكد اعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه مواصله العمل في سياق ترسيخ مبادئ العداله وسياده القانون، ادراكا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحمايه المجتمع وتحقيق العداله والمساواه. للمواطنين كافه